Woo!
كل سنة وانتم طيبين. كمجرة العادة وعيد سعيد على الجميع. انتم من شوية سمعتوا طبلة الستة. بالنسبة لنا طبلة الستة شيء رائع يعني. ولسه الأول خلونا نرحب بسهى ومنة منورنا. بنورك. وكل الفرقة منورين. انتوا كده بس ولا في زيادات ما جاتش معنا المرة دي؟ لا في زيادات، عندهم امتحانات وكده. امتحانات؟ اه. لا ما تقوليش انه في ثانوية عامة. جامعة؟ لا جامعة كلهم مش ثانوية عامة. لا. طيب احنا أول مرة اتقابلنا كنا بنحاول لسه نتكلم، نفتكر كان من 10 شهور. صح كده؟ كنا في شهر 8. خليني الأول هسألكوا بقى، إيه اللي حصل في طبلة الست خلال العشر شهور دول؟ إيه التغيير اللي جرى؟ أو التطور، حلو التطور أفضل من التغيير. أوكي. أولاً احنا كترنا، بقينا 12 ست في فرقة طبلة الست. حلو. مبدئياً. كويس. تاني حاجة في ورشة طبلة الست دي فيها بقى 30-40 ست بتتعلم إيقاع وبتتعلم غنى وتحت الأعداد وتحت التدريب. جميل. عرضنا بقى في حتت كتيرة، وسافرنا محافظات في مصر، سافرنا أسوان، عملنا مهرجان للمرأة، وسافرنا إسكندرية عملنا حفلة في المركز الثقافي الفرنسي. اوكي. طلعنا في مهرجان الطبول مرتين. ها. عملنا حفلات في الساقيه وفي الاوبرا. في حاجات كتيره. طب حلو جدا. هنا ارجع انت بتدرسي في الورشه بتاعت طبله الست ولا لا؟ لا هي سهى، هي المدرسه سهى بس هي اللي اللي مستحوذه على الموضوع. هي شاطره قوي في ده كمان. كم مجرد العاده الحقيقه كلكم شطار بصراحه يعني، وحاجه تفرح. وبالمناسبه هو لازال حتى اللحظات الاخيره قبل ما نقعد مع بعض في الحلقه دي، فبنلاقي ناس كتير جدا من الناس اللي اتفرجت وسمعوا طبله الست من 10 اشهر ففضلوا يطالبونا ما تجيبوا طبله الست تاني. فاحنا طبعا بنقنع الناس انه استحاله هنجيب طبله الست مره في الشهر يعني، هيبقى صعب علينا وعليهم كتير. هيبقى يعني بنعمل لكم على حاله احتكار يعني. لكن هسألك يا منة، انتم ما تقلقوش من انه العدد يبدا يزيد فتفقدوا السيطره على طبله الست؟ عدد الاعضاء. عدد الاعضاء. هقول لك حاجه، سهى كانت بتتمنى دايما انه العدد يكبر ويبقى في ستات كتير بتغني وبتطبل وبتعبر عن نفسها. لكن اول ما ابتدى العدد يكتر شويه اللي هو يعني الموضوع شويه بقى ان كل ست بتفصيله. فالموضوع طبعا بيحتاج شغل كتير قوي. اعدادات كتير، السيطره يعني هي ممكن تتكلم عن ده اكتر لان هي بتبقى مسؤوله. تناغم ما بين الكل يعني، ده حقيقي. كله ماشي على نفس النغمه نفس الموجه، مش بس في الغنى، انكم تبقوا اصحاب بالظبط، تقضوا مع بعض طبعا اوقات مهوله يعني. مهوله. طب هنا هرجع بقى على مساله، بما ان انتوا عملتوا جولات في محافظات كتير وحفلات، هل في افكار انه طبله الست تعمل حفلات بره حدود جمهوريه مصر العربيه؟ اكيد. احنا قدمنا في مهرجانات كتيره. عشان نروح مهرجانات خاصه بالستات وبالفولكلور وبالغنى الجماعي وبالإيقاع، كل دي مهرجانات. أوكي. احنا قدمنا فيها، بس طبعا احنا خارجين من كورونا لسه. طبعا كل الناس اللي هي كانت ليها علاقة بالمهرجانات اللي قفل المهرجان والإيميلات اتغيرت والأشخاص اتغيرت، فاحنا لسه بنحاول نبعت وكده، ولو تعرض علينا أي حاجة خارج مصر هنرحب بيها ونحب ان احنا نشارك فيها طبعا. والتأشيرات اتعقدت اكتر يعني. بقت كل البلاد مغلسة في اي حاجة يعني. بيدوروا على اي حاجة. طب انا برضو في عندي سؤال، عشان احنا كنا بنتكلم على مسألة ساعات الطويلة اللي بتقضوها سوا، انتوا بتقعدوا قد ايه؟ انتوا بتعملوا بروفات كل يوم يا منة؟ على الاقل مرتين في الاسبوع يعني. على لو الأقل. لما بيكون في حفلات طبعا بنكثف يعني. وتقعدوا قد ايه في اليوم اللي بتعملوا فيه بروفا؟ تقعدوا كام ساعه مع بعض؟ لا بنقعد كتير، ممكن 4-5 ساعات. 4-5 ساعات. وده بيوصلنا للمرحله اللي كنا بنتكلم فيها من شويه، انه احنا هنقعد نغني كتير فعايزين ميه، فاحنا عمالين بنتناقش مع المخرجين في الميه، فطب هنحط لكم ميه بعيد بس ما ينفعش تبقى الميه جنبكم. فسهى قالت لا احنا ساعتين غنى كده ما ينفعش، فمارست دور زعامي مذهل. هل في حاجات اتغيرت في طبلة الست في الأغاني يعني، زودنا أغاني عن اللي كنا بنغنيها من 10 شهور؟ أكيد. احنا طول الوقت بنتمرن على أغاني جديدة وبندخلها أمثلة كتيرة بقى. بدأنا نركز على المحافظات يعني، بنغني حاجة لإسكندرية، حاجة
للإسماعيلية، ماشي، في حاجة مثلا لأسوان خاصة بأسوان، في كمان موشحات، حلو، في يعني حاجات من كل مكان مختلفة. طول الوقت بنعمل حاجات جديدة. سؤال كان شاغل بالي يا منى، هتصدقيني القول صح؟ هو لما انتوا بدأتوا بأغنية اسود على مش عارف كل مظلوم، مقصودة الحكاية دي في بداية الحلقة؟ انتوا قاصدين؟ لا خالص، يعني بترموا علينا في شيء؟ لا خالص، هي المربعات مليانة، يعني هي طويلة جدا ومليانة حكم، و يعني لا مش قصدي حاجة، مش مقصودة. ده معناها ان الغنوة الجاية هتبقى فيها فرحة. اكيد، يعني مش هيبقى فيها دعاء، انا حسيتكم بتدعوا على الرجاله. لا لا، احنا يعني الاغاني بتحتوي يعني مشاعر مختلفه جدا، فيها زي ما انت وصفت دلوقتي، فيها فرح، فيها كل حاجه، مشاعر البني ادمين يعني والستات. طيب حلو، نسمع ايه دلوقتي؟ نسمع ايه؟ بتناديني تاني ليه؟ يلا إيه؟ بتناديني تاني ليه؟ ماشي. طب نغني غنوه ولا اغنيه؟ ما عشانش هشرب ميه، هتغنوا غنوة ولا اتنين ورا بعض؟ تحبوا ايه؟ ايه الاسهل لكم او الاليق لكم؟ ممكن اتنين، ممكن نغني، ممكن اتنين؟ اوكي يلا بينا نغني غنوتين. هيبقى بتناديني تاني ليه؟ وبتفكروا في ايه كمان؟ ايه تاني؟ نغني ايه؟ حاجة الاسكندرية مثلا؟ يا ريت، يا ريت. اوكي ماشي. ماشي اوكي، يلا بينا، يلا بينا. حبتي ايوه بتناديني تاني ليه؟
يا ناري خلتيني بعيش بأفكاري. آه يا ناري منك يا ناري خلتيني بعيش بأفكاري. متفقين على غنوتين، احنا اتفقنا غنوتين، هنسمع ايه؟ نسمع حاجه اسكندراني. ايوه ميه ميه. برافو 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 جدا. فاصل ونكمل الكلام. لا نكمل نكمل غنى. تعال دوق خد لك صندوق.
فضلك دلسكيني يا حلوة يا شايلة البلاط، من فضلك دلسكيني يا قلبي يحب بالإخلاص زي ما حبك حبيني زي ما ودك وديني. اهلا وسهلا بحضراتكم مره ثانيه. طبعا سهى خلاص هي يعني صاحبه مكان، هتبقى موجوده دايما معانا، وهنلاقي اكتر من حد من ستات طبله الست يكونوا موجودين معانا في الصالون المبهر. فسهى انا هستاذنك الاول، انا عايز اسال دعاء الاول. ازيك يا دعاء؟ عامله ايه؟ كويسه الحمد لله، عاش من شافكم والله يا جماعه. دعاء ايا كان مقدار
حبك وتقديرك واحترامك للمدير للمؤسس، حط كل التسميات. دايما في شيء انت بتحس ان في صعوبة معاه، ايه اكتر حاجة بتشوفي انه سهى صعبة فيها؟ واضح ان في حاجات انت محتارة، واضح. مش هقول انا عمال ببص لك اللي هو يعني يا جماعه احنا مش هنتكلم الكلام ده بره الفرقه. سهى لما بتبقى مشغوله في فكره مش بتسمع كويس ايه اللي بيحصل، لازم تركز كويس قوي، واي ديستورشن حواليها بيخليها يعني تتعصب او تتنرفز. فلازم وهي بتفكر او متخيله حاجه لازم نسيبها، ما ينفعش نعمل لها يعني اي ديستورشن دلوقتي، محدش يحاول يقطع تفكيرها حتى بس لو هي مثلا قالت انا بفكر في كذا او ايه رايكم ونعمل كذا، اوكي نبدا نقول راينا. وبتاخد رايكم؟ بتاخد راينا جدا. ولا بتتعامل بديكتاتوريه مطلقه؟ لا خالص، بتاخد راينا جدا. بتاخدي رايهم في ايه يا سو؟ ايه المواضيع اللي ممكن تاخدي رايهم فيها، وايه المواضيع، وده جد والله، وايه المواضيع اللي بتعتقدي انه ده قرارك انت؟ لا انا باخد رايهم في كل الحاجات، في كل يعني مثلا كل الحاجات في كل استحالة. يعني مثلا في الاغاني، لا ما هو في الاخر انا اللي باخد القرار النهائي، ما شاء الله، لان احنا مجموعه فاكيد كل حد بيكون ليه راي مختلف عن التاني. كويس. فانا اللي باخد القرار الاخير. لكن مثلا في اختيار الاغاني بختار مثلا حاجه واخد رايهم عليها، او لما حد بيقترح حاجه بنفكر فيها سوا. وبعدين مثلا لما بنيجي نبدا على فكره جديده بحس كده ان احنا لازم نقعد زي ورشه عمل، نقعد ونطلع الافكار، وممكن نعمل هنا كذا ونقول هنا كذا. اللبس مثلا هنختار انهي فستان، انهي لون، كل دي تفاصيل باخد رايهم فيها وبنشاركها كلنا سوا. حلو جدا. هل في طبلة الست في مساحة ان انتوا تفكروا وتعرضوا افكاركوا على سهى؟ وتختاروا اغاني تقولها طب ايه رايك ما نزود دي نعمل دي. واخراج الاغنية كمان، لان الاغاني احنا بنحب مش بس بتغنوا، في عندكوا اداء حركي، يعني انتوا بتأدوا كمان بالظبط. وبعدين بداية الاغنية هنبدأها ازاي، هنعيد ايه، المزيكا هتدخل امتى، هننهي ازاي، الحاجات دي كلها بنحط رأينا فيها وبنتشارك فيها، يعني ما بيبقاش رأي واحد. حلو جدا. سهى مين اللي بتزغرط؟ حبيبة. انت فين يا حبيبة؟ حبيبة مستخبية. ودعاء برضه بتزغرط. لا انا مشفتهاش وهي بتزغرط، انا كل مرة الاقي زغروطة جاية من الزاوية اللي انا مش شايفها، فببقى عايز اعرف مين اللي بيخبط الزغروطة دي. حبيبة. حبيبة. اكتر حد الزغروطة دي فكرني بالزغروطة بتاعت خالتي انا في الافراح بتاعتنا زمان، يعني لازم تسمع اعلى. أيوة. واكثر الزغاريط كل عيله يعني بيبقى فيها بهجة. الشخص ده لازم في حد مع ده بتاع الزغروطه. أيوة. فانا طول الوقت قاعد عمال مين اللي بيزغرط. ودايما اقعد افكر هو الزغروطه دي جت منين برضه، فكره غريبه جدا. طيب الاغاني بتختاروها على اساس ايه يا سهى؟ يعني التراث الغنائي المصري مصري، الاف الاغاني مما لا شك فيه، بتختاروا على اساس ايه؟ انا بحاول اختار اغاني مبهجه فيها سعادة وفرح وبهجة. لو طبعا قابلت أغنية ليها علاقة بالستات يا سلام. انحياز واضح. بكون مفضلاها يعني زي العتبة جزاز، سلم نايلو في نايلو، وعلى ورق الفل دلعني. دي حاجات ستاتي قوي، مفيش راجل هيقول كده. استحالة. ايوه. وعلى العتبة جزاز دي راجل هيقولها، ده تبقى مشكلة معنا. احنا التلاتة ولاد خالة؟ لا يعني ولا ايه؟ ما بنعبرش الرجالة. مستحيل راجل يقول كده. هتعمل مصيبه، هزه في المجتمع طبعا. يعني والله في ناس ممكن تروح مفاجئانا برضه، قلق يعني القلق بيبقى كبير جدا. فلما بيبقى في اغاني ستات ستات طبعا دي بالنسبه بنستحوذ عليها، فاكهه الموسم. ايه الدرجه الثانيه؟ يعني لو جالكوا اغنيه او لقيتوا وانتوا بتفتشوا وبتنقبوا في التراث الغنائي بتاعنا، لقيتوا اغنيه رجالي رجالي، مش هيبقى في ازمه بقى انكم تغنوها؟ عادي يعني عادي. البنات لما بتغني رجاله عادي بيمشي الحال، هتغنوها ولا هتعتبروا ان ده انحياز جنداري جدا؟ فلا لا بنغنيها بالفعل زي صلاه الزين مثلا. ما هيش انحياز يعني.
ليه؟ لا دي بتحكي أبسادة، بتحكي الحواديد. مش انحياز، دي احتفاء بملاحم وبطولة. في اللطافة. أمال عايزنا نقول إيه يعني؟ مش عارف، ما تقوليش عايزنا، ما تحطيش في كورنر. أنا ماليش دعوة، إحنا مش قد الستات في مصر، ياكلونا وش يعني. بس بيبقى في اختيار يعني اتراكتف كده لو الأغنية ريليتد بإيفنت معين، زي مثلا السبوع. السبوع إحنا حبينا نغنيها لأن هي ليها انفايرومنت هتحصل، يعني في الست بتخطي على البيبي، في الهون، في الكلام اللي بيتقال للبيبي، فدي صورة مش مجرد اغنيه، ده ايفنت حصل على مدار سنين كتير في كل البيوت. فاحنا مثلا لما عملنا الاغنيه دي في الساقيه، في ناس اجانب مثلا قعدوا يقولوا هو ايه اللي بيحصل، هو ايه الهون ده، او ايه اللي بيحصل يعني، مش مستوعبين الشكل الاحتفالي بتاعنا. فما بداوا يفهموا، الناس قعدت تقول لهم ان ده البيبي لما بيتولد بيقعدوا يعملوا كده علشان ودنه، ويقعدوا يقولوا له كلام في ودنه. فده ايفنت الناس مش عارفه التقليد بتاعه، بالذات دلوقتي مش ناس كتير بقى بتعمله اصلا. اوكي، فالاغنيه بتبقى اتراكتيف كده. احنا هنرجع باغنيه من حفله من حفلاتكم في ساقيه الصاوي، وانا هبقى سعيد لما نيجي نغني مع بعض هنا انكم تسمعوني فعلا الاغنيه بتاعه السبوع، لان انا شايف انه احتفالات السبوع بدات تنقرض على ما يبدو، يعني استبدلوها بالعقيقه، يعني ما اعرفش ايه يعني، عايزين تاكلوا كله بس خلونا نحتفل الاحتفال التراثي بتاعنا. ليه ده ما بقتش السبوع، بقى بيبي شاور، بقى بيئه قوي ان احنا نقول السبوع. بيبي شاور يعني مش عارف، بيحموا العيل يعني مش عارف. انا لحد دلوقتي بجد، انا لحد طبعا انا عيالي بقى يعني، هم عمليا عيالي قدكم تقريبا يعني. عملت سبوع صح؟ طبعا. طيب بالظبط، ده انا بفرح في السبوع يعني، ببقى فرحان جدا، حاله احتفاليه. أيوة يعني كلنا بنفرح. هي فكره كمان السبوع دي ان هي كانت من زمان قوي، اللي هو بنبدا نقول للبيبي وان هو 7 ايام الايقاع، بنعمل له ايقاع بنغمه النحاس دي في ودنه. صح. فقد ايه الايقاع كان مهم جدا، واللي هو دوم 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 ترارارارا، ونبدا نقول له امانينا في ودانه ان هو صغير، اسمع كلام بابا، اسمع كلام ماما. عمري ما سمعت كلمه اسمع كلام بابا كل السبوعات اللي اسمع حضرتها. كلام ماما، اسمع كلام امك، ما تسمعش كلام ابوك، ما اعرفش ليه يعني طول الوقت لازم اسمع كلام على حسب مين اللي ماسك الهون. لو العمه هتقول اسمع كلام ابوك طبعا، اسمع يعني كلام على حسب مين. ما تسمعش كلام، لا كده قمه حرب في العيله اكيد. ودايما اسمع كلام ابوك، امك ما تسمعش كلام ابوك، تلاقي دايما الاب مبتسم وعمال يعني معلش بقى، دايما مكسور الفؤاد يعني. طب هنا سؤال بقى، وانتوا بتعملوا اغنيه السبوع دي لايف، ولو عملتوها معانا بتعملوها في الحاله التابلو ده يعني، انتوا ليكوا اداء حركي بس وانتوا قاعدين، ده اللي انا باخد بالي منه، بس انتوا يعني في حد مثلا ممكن هيقوم ويعدي من فوق، يعني مش عارف انتوا بتعملوها ازاي. احنا دخلنا بشموع وعملنا اسبوع فعلا، ووزعنا على الناس، والهون طبعا يعني عملنا التقليد كله، الصوره كلها عملناها. فجزء من طبله الست مش بس الهون، هو في تفاعل كمان مع الجمهور اللي قاعد. طبعا بتشاركوهم. في رؤيه متكامله للحاله، مش بس يعني احنا بنخاطب كل الحواس، بنخاطب الودان من حيث الأغنية والإيقاع، خطب العين من حيث الصورة، لو في آلات متنوعة، لو في شموع مثلا، شمعدان بيتلبس، بنخاطب حاسة الشم، بنولع بخور، بتولع بخور، بنولع بخور في الحفلات. انتوا قريب قوي قوي، اصل دي افكار حلوة يعني، انه حد في الغنى طول الوقت قاعد عمال بيحرك كل حواسي، ده شيء رائع. ايوه، فبنخاطب كل الحواس في الـ في الـ في الاغاني والحفلات بتاعتنا، يعني بصوره حلوه، ستات بتعزف، مقدمين الصوره مثلا لو سبوع يبقى هون، لو عيد نوزع كحك، وكمان بنخاطب الحاسه التذوق. السبوع وزعنا لغات بقى ولا حاجه، اللي هو وزعنا السبوع فعلا، سبوع وزعت السبوع نفسه. ايوه، حمص والحاجات دي، في العيد نوزع مثلا كحك سكر. تعملوا حساب في التذكره بتاعه الدخول طبعاً، ولا لا تقوموا مظبطين القصه؟ ميزانيه لازم تتظبط. ايوه. بس الحلو كمان ان احنا بنتجمع قبل الحفله بنعمل ده سوا، يعني تخيل بقى مجموعه ستات. انتوا بتروحوا تشتروا السبوع؟ انتوا بتعملوا ايه؟ لا طبعا احنا بنعمل كل حاجه بايدينا، كل حاجه بنعملها سوا، فده لطيف جدا. شطار شطار شطار. طيب احنا هنا بقى الحته المؤجله، هنروح نشوف جزء كده من حفله ليكم في ساقيه الصاوي، واذا سمحتوا لو هينفع
انا عارف انكم مش جايبين معاكم اسبوع بس امرنا اللي ملناش حظ، فاذا تقدروا تعملوا لنا قدر الامكان التابلو كامل اللوحه كامله بتاعت الاسبوع سيريا نورماندي انا هبقى سعيد بيكم جدا والله من قلبي، الحاله التراثيه دي بتفرحني. تعالوا الاول نشوف جزء من حفله الصاوي وبعد كده نرجع نكمل. ¡Gracias!
العظمة دي كلها؟ يعني أنا بفكروني أسألكوا شوية أسئلة متعلقة أنتوا بتخطأ يعني أصل الأغاني حلوة. طب هتسمعوني إيه تاني؟ أنتوا بتبصوا في الأرض بتعملوا إيه؟ العتبة جزاز. العتبة جزاز حلوة. يلا اضحكوا والله. فاصل وراجعين تاني وهنستقبل سهى وريتا هنا في الصالون ان شاء الله. استنونا بعد الفاصل. شجر المسترح ظل على عيدانه.
حلوه بزياده. في بقى الاغنيه التأمنة طماعة وغلس وكل اللي انتوا عايزينه، بس عايز اسمع اغنيه كمان. يا حلوة يا خفة يا غدورة، اسم الله عليك.
بيكو من غير كلام كتير. سهى وريتا، ريتا وسهى. سهى انت صاحبة البيت النهاردة، تمام؟ يعني الفرق. فانا هبدأ الاول مع ريتا. ريتا انت بقالك قد ايه في طب الست؟ بقالي سنة ونص تقريبا. يعني لحقتي التأسيس ولا بعد التأسيس بشوية؟ بعده بشوية. عرفتيهم منين بقى؟ ده سؤال مهم بالنسبة لي. انا اصلا اعرف سهى، كنا يعني بنتعلم طبلة مع بعض عند استاذ سيد. حلو. فتعرفت عليها من هناك. اوكي ماشي. وبعدين شفت سهى عامله الفرقه ورحت حضرت لهم حفله عادي جدا. قلت يعني انا كنت رايحه اتفرج عادي، رايحه بقى كمشاهد. اشوف ايه اللي بيحصل وكده. حلو. عجبني الموضوع. ماشي. قلت لها يا سهى انا حابه ان انا اشارك. ممكن؟ فقالت لي ابتديت احضر البروفات معاهم ونشتغل بقى على الحاجات وكده وبس. ومن ساعتها ابتديت انضم للفرقه. يعني حلو جدا. سواء على اي اساس بتوافقي انه حد ينضم بقى للفرقه بتاع طبله الست؟ يعني اكيد اكيد ناس كتير من الجمهور وانتوا بتقابلوهم في اي حفله في اي مكان هتلاقي بنات وستات احنا عايزين نبقى في طبله الست. انت بتفلتري ازاي؟ شوف انا شايفه من وجهه نظري ان اي ست ينفع تغني وتطبل، بس عايزه وقت تمرين. يعني مفيش صوت حلو وصوت وحش. لا، في صوت اتمرن وصوت ما اتمرنش. مفيش حد بيطبل وحش وحد بيطبل حلو. حد اتمرن قوي وعمل يعني اشتغل على نفسه كتير وحد ما اشتغلش على نفسه. فانا بسمح لاي حد عايز يشارك ان هو يجي ويحضر معنا البروفات. ماشي. بشوف بقى يقعد شهر اتنين تلاتة اربعة خمسة هيجي منه مش هيجي منه. هو بقى اللي بيثبت، هو اللي بيقرر. يعني ريتا لما جت قعدت يعني هي كانت بتعزف ايقاع الغنى. بس الغنى كنت بتغني؟ لا. هو كان الغنى لسه، كان لسه جديد عليك. مبتغنيش خالص. فبدأت احنا عندنا استاذ اللي بيمرنا غنى، استاذ محمد كريم. فبدات هي تاخد معاه تتمرن معايا لوحدها وتيجي في الفرقه تتمرن معانا هو عشان هو بيمرننا على غنى. فبدات تعمل الحاجتين شهر على شهر على شهر على شهر لغايه ما بقت قادره تعمل الاثنين. يعني اتمرنت معاك وخدت درس. ايوه. حلو جدا. طب انا بقى هنا يمكن هختلف، معرفش دي هتتفق معايا ولا لا. هو في صوت حلو وفي صوت وحش دايما؟ يعني هو في حد ما ينفعش يغني؟ انا كنت فاكره كده. الله. بس وانا كنت اساسا داخله طبله، انا ما قلتلهاش غنى. يعني انا اول ما شفت انا قلت لها بس انا هلعب طبله، الحاجه اللي انا بحب اللي اعملها بالظبط. انا بقيت اغني، انا ما كنتش بعرف اغني، ما كنتش كنت بخاف كمان وما كانش صوتي بيطلع. طب ما هو انتوا صوتكم حلو، يعني انا كل الاصوات اللي انا سمعتها الصوت حلو، وبعدين حتى وانتوا بتغنوا مع بعض كلكم كمجموعه واضح جدا انه مفيش حد بره النوته بره التون بره يعني. فمش بس تدريب، الخامات حلوه. لا. بس في حد صوته لو غنى لازم نخلص عليه قبل ما هو يخلص على البشريه. لا، هو بس ما عرفش يغني ازاي وما اتدربش. اصل ايه مقاييس حلاوه الصوت تقدر تقولي؟ ما هو مش شغلتي. بس انا ساعات اروح اعمل ايه بقى؟ شوفي انا ساعات كده يعني ما اقدرش اديلك ديفينيشن عشان انا مش بتاع مزيكا، لكن فلان الفلاني ساعات بيغني. اسكت مش كده تاني. عشان هو مش عارف يغني ازاي. لا، او علشان هو مش قادر يعني يوصل لك انت كان انت تحبه. يعني اصل الحلو والوحش دي اذواق. يعني ست ام كلثوم وست فيروز، تخيل ان في ناس ما بتحبهمش. تخيل. انا ما اتخيلش انه في حد ما يحبش فيروز. لا، ده انا ما بتخيلوش. انا شفت ده، هو ده معناه ان ست فيروز صوتها مش حلو؟ لا، معناه ان هي بس ان ترددات الصوت بتاعها. عنده مشكله في ودنه. لا، هو الذوق بتاعه غير. اصل هي القصه اذواق في الاول وفي الاخر. لكن كله لازم يتمرن، يعني كله لازم يتدرب. لكن الحلو والوحش ده اختيار، انت تحب غيرك ما يحبش، انت تقول ده حلو غيرك يقول وحش.
شوف يعني أنا في فنان عظيم طول عمري أحبه الله يرحمه، وكان صديق لأبويا الله يرحمه، هو كل اللي أعرفهم الله يرحمهم، علي الشريف. طب هو علي الشريف بصوته المشهور ده هينفع يغني؟ اوعي تقولي لي اه. انا مش عارفة، انا ههدم لك النظرية. مش عارفة علي الشريف عندها كده مشكلة. انتوا عارفين علي الشريف يا جماعة؟ علي الشريف. طب هقول لك، عارفة فيلم افواه وارنب؟ المعلم بطاوي بتاع الفراخ. اوكي. صوته كده، ربنا يا رب يرحمه، وده ممثل عظيم الى ابعد الحدود. حلو. او فيلم الارض دياب، انا جبت اقرب فيلم ممكن يكون شفته لسه في التلفزيون قريب. يعني صوت علي الشريف كده، فده مثلا هيقول ايه؟ نعناع جنينه، يعني استحاله. صح شفتي؟ لا بس وجهه نظري. انا ما سمعتوش عشان اقيمه. تسمعوها علي الشريف ضروري. الله يرحمه يا رب. فاكيد اكيد علي الشريف ما يغنيش، يعني ممكن يتعلم ازاي يغني بس الخامه ولا ايه؟ ممكن تغير لها. مش عايز افرض وجهه نظر، انا عمال بفكر. طب انا هقول لك، فاكر محمود ياسين لما غنى القناطر؟ رحله جميله ايه القناطر كلنا. ما هو صوته بيغني بيز يعني قتيل. صوته برضه مختلف طبعاً. خالص طبعا. بس يعني كان اصلي توظيف حلاوه دي ايه؟ اللي بيغني ده مجموعه حاجات مع بعض، روح واداء وصوت، يعني ما بيبقاش حاجه واحده بس، تبقى مجموعه حاجات مع بعض. انت بتقوم حابب الشخص بالحاجات دي كلها. ولا هو توظيف يا ريتا؟ توظيف يا سوا، ازاي اوظف الصوت ده في الحته دي؟ توظيف ممكن يبقى توظيف. انا مش عايز افرض وجهه نظري والله، انا بس بفكر معاكم بصوت عالي. هقول لكم بصراحه، انا ما فيش حد سمعني الا وقال لي حسك عينك تغني، وانا ما بغنيش، يعني انا شغلتي ان انا اشتغل مذيع، لكن بطبيعه الحال يعني مشغل حاجه في العربيه وقاعد، ومراتي واولادي يهروني تريقه، انا ما فيش حد عاتقني، وكلهم بابا خلاص مراتي اسكت. طب ما تسمعنا حاجه انت. نضيع الناس معنا، انت عايز الناس تطفش من البرنامج؟ كويس بيتفرجوا علينا، لكن نسمعهم ده تبقى ازمه. طب التدريب بيجيب نتائج فعلا؟ ايوه. ما هي دي انا كنت ها انا هو ها اللي هو عشان انت بداتي ايقاع بس مع التدريب بقيتي بتغني. طب ما فيش مره قلتي لحد ما فيش داعي؟ لا ما كسبتيش حد انت. لا كل حد من حقه ياخد فرصه، ومن حقه يشتغل على نفسه ويتمرن شهر واتنين وسنه واتنين. على فكره انا برضو انا ما غنيتش، ما اتولدتش بقول ما حدش اتولد يعني النوتة الموسيقية بتاعته جميلة. انا اتمرنت غنى من 3-4 سنين بس. ما اتمرنتش من وانا طفلة. برضو فهموني ناس ولاد حلال. طيبين بيهم. فهمونا كلنا ان الانسان بتولد موهوب، بتولد بيغني، مفيش كده. مفيش يعني كده يعني بالتجربة، مفيش كده. أيوة. رأيك مفيش كده. أنا اتمرنت وأنا كبيرة، وأنا 29 سنة. إيه اللي خلاها طلعت في دماغك صحيح يا سعى؟ هقولك، أنا نفسي أغني من زمان قوي، بس ولاد الحلال كل ما يسمعوني كبتوا الحلم يقولولي لا، يعني أنتي ده الإنسان لازم يتولد موهوب. فأنا بقى حطيت في دماغي الكلام ده وما اتمرنتش وما اشتغلتش على نفسي، حسيت ان انا لا اصلح للغنى. لكن جيت وانا 29 قلت طب انا هغني عشان انا اتمزج يعني. وانا قاعده كده مع نفسي اغني وانا مبسوطه. فبدات اتمرن ايقاع واتمرن غنى. لقيت بقى مع التمرين المدربين بيقولوا لي انت صوتك كويس جدا، ومين اللي فاهمك ان انت ما ينفعش تغني؟ فانا بقى لما بشوف اي حد بيجي عايز يغني بقول له انت ينفع تغني بس لازم تتمرن. انا كده عرفت تدرس الموسيقى ولازم كمان ودنه يعني يكون بيسمع كويس علشان يعرف يغني كويس. طب انت ايه اللي خلاكي خدتي بعضك ونزلتي من بيتك وروحتي تتعلمي ايقاع؟ بحب الموسيقى وبحب الطبلة جدا. من امتى؟ من وانا صغيرة يعني. انا اول ما ابتديت هي اتولدت موهوبة.
يعني انا اول ما ابتديت كنت في ابتدائي كنت بتعلم على الاورج، وبعدين لقيت درامز حلو، وبعدين لقيت نفسي رايحه للطبله. حبيتي الطبله ليه يا ريت؟ الطبله هي بتاخد الودن وآلة مبهجة جدا، يعني انت بتكون مبسوط وانت بتسمع حاجة فيها طبلة وتحس ان انت روحك كده بتتنطط. يعني انت عارف الطبلة دايما برضو جزء من الموروث الانساني، ان الطبلة مقترنة بالحرب، يقولك ودق طبول الحرب. طب ليه مش طبول الاحتفال؟ يعني ليه دايما طبول الحرب؟ اقترنت الطبلة بالحروب، ومع انها مقترنة كمان بالحالات الاحتفالية، بس ما فيش حد عاوز يقربها من الاحتفال. كان عندي في المدرسة مدرس موسيقى انا بدعي عليه يوماتي، لا يعني شوف انا دلوقتي يعني قاربت الخمسين، فالراجل ده جاب لي كم احباطات في حياتي غير طبيعية. هو طبعا من البداية هو شايف ان انا لا اصلح لاي شيء متعلق بالموسيقى، ولا غنى ولا عزف ولا احضر الحصة. يعني هو في رأيه ان انا حضوري لحصة الموسيقى ده افساد في حد ذاته للموسيقى والذوق العام. الغريب انه ده خلاني حبيت الموسيقى اكتر، وكأنها مكايدة ونكاية فيه. بقيت بسمع موسيقى كتير جدا وبطلع على كل انواع الموسيقى، فكونت فكرة انه مفيش حاجة اسمها موسيقى وحشة، في ذوقك ايه بس لسه ما وصلتش للمرحله بتاعت ان مفيش حد صوته وحش. يعني لسه في ناس كده اللي حاسس ان هم انكر الاصوات، يعني لازم تخلص عليه عشان نخلص البشريه من شره. مش عايز اخدكم في افكاري الدمويه لانها افكار سوداويه جدا، لكن بتضحكوا عليا بس. تعالوا بقى نقعد نسمع، هتسمعونا ايه؟ ولا هنشوف الاول حاجه يا ابو اللبايش؟ هنشوف الاول حاجه في تي ار. ايه طيب اللي عندنا يا جماعه؟ اغنيه مهرجان الطبول. شاركتوا في مهرجان الطبول دي حاجتين مرتين سنتين مرتين. كويس قوي. طب هنتكلم عنه بعد شويه. فمهرجان الطبول ده اللي احنا هنشوفه مع بعض على الشاشه، وبرضو هسمع اغنيتين. أوكي. ما انا غلس بصراحه، وانتوا فرقه بحقيقي تجنن، يعني انا احبكم جدا. فهستاذنكم وهنشوف، وبعدين نسمع حضراتكم. اشربوا ميه كفايه قبل ما تطلعوا.
جدا قوي خالص. طبعا مش عارف هما بيقولوا لي ايه، بس احنا المفروض ان احنا نروح لفاصل، وهرجع بعد الفاصل هيكون معايا حبيبه. ما تخشيش عليا دخله عاديه، خشي بالزغروطه وانت جايه. بس نروح نروح للفاصل الاول.
طبعا احنا قطعنا نفسهم، بس انا مش هفوت ان انا ولا كلمه هبداها غير لما اسمع زغروطه. نفسي اعرف مين بدع الزغاريطه يا حبيبه. وانا اتعلمت الزغروطه دي فين؟ لا ما اتعلمتهاش انا، دي اتولدتي بموهبه الزغاريطه. وده عكس النظريات بتاعت سهى على المسألة، محدش بيتولد موهوب يا جماعه، احنا كلنا موهوبين وبس نكتشف، يعني نكتشف نفسنا. اكتشفت بقى ده لما كبرت اني بعرف ازغرط. اكتشفت ده انت بقى حكايه الزغروطه دي يعني صدفه حصلت في فرح، خطوبه، حاجه كده؟ في افراح كده الناس كلها بتزغرط، فلقيت نفسي بزغرط، داخله في الطبله، طلعت بعرف ازغرط. اكتشفنا الموضوع. امتى اكتشفتي طبله الست بقى؟ من سنه كنت بتفرج على فيديوهات لسهى على الفيسبوك كده، وسمعت انها كانت طالبه ناس تروح تتمرن وتقدم، فرحت. وكنت غنيتي قبل كده؟ لعبتي مزيكا؟ كنت بلعب ايقاع كده بشكل بسيط قوي يعني، على خفيف. سهى لما جات لك حبيبه وهي لسه ولا مره غنت وبتلعب ايقاع على خفيف، عملتي ايه بقى؟ هتاخديها تدخليها ورشه طبله الست ولا بتعملي ايه؟ بدات اعلمها ايقاع، يعني احنا في الفرقه انا بدي حصص ايقاع للبنات كلها. كويس. واستاذ محمد كريم بيدي حصص غنى لوحده. أوكي. وبعدين نبدا بقى ندمج الاثنين ببعض. حلو. في مره ثالثه لاني الايقاع لوحده مش سهل، والغنى لوحده مش سهل طبعا، وانك تدمج الاتنين ببعض لازم بقى يكون ودننا موسيقيه جدا. مفيش حبيبه جت شاطره وملتزمه وبتذاكر وبتحفظ. انا كمان عايزه اقول كلمتين كده، عايزه اقول اني انا محظوظه باني الستات دي هي ستات ورشه طبله الست كلهم. ليه بقى؟ يعني كل شوية بعمل فكرة جديدة، كل شوية بدخل آلة جديدة. يعني مثلا فجأة قررت ان اعمل إن اجيب طبل بلدي ونعزف طبل بلدي. أوكي. قال اوكي يلا بينا، طيب هنقف وهنعمل اداء حركي واحنا بنعزف واحنا بنغني، يعني بنعزف وبنتحرك وبنغني في نفس الوقت. اوكي. مؤخرا بدأت اعمل كمان حاجات فيها شو زي التنورة مثلا. حبيبة مثلا بتلف تنورة ودعاء. زغاريط وتنورة وإيقاع وغنى واديله. خلاص بقى خلاص، مفيش حاجة هتوقفني. لا لا. أنا انطلقت. فطول ما أنا بحط حاجات جديدة هم بيتقبلوا ده بشكل جميل ويلا ونعمل وكده وبيشجعوا. فأنا لولا إن أنا لاقياهم بيشجعوا ومبسوطين باللي انا عماله ازوده ما كناش بقينا فرقه طبله الست اللي انت شايفها دي. طب فعلا حاجه تفرح ده بجد. سهى كمان بتتعب معانا قوي عشان تمرنا على ده ويطلع بالشكل الجميل ده، بتتعب معانا قوي في الحركه وفي الايقاع وان احنا ازاي نحفظ. هم كمان بيتعبوا قوي. يعني بنعمل يعني ورش ايقاع، ورش غنى، ورش اداء حركي، لاني لو هنعمل حركه بسيطه قوي يعني عارف انت عازف الطبل البلدي لما بيطلع خطوه قدام وخطوه لورا وهو كده، عشان تعمل ده مع الايقاع وتحافظ على الايقاع بتاعك وتحافظ على الغنى. امتى تغني وتثبت، وبعدين امتى تعزف بالحركه قدام خطوه ورا، تركيز هايل قدام وتوافق كل حاجه يعني، وعشان ما تلخبطش كمان اللي حواليك. صحيح. انت متخيل المجموعه دي ممكن تتلخبط لو انت عملت حركه طبعا على غير المتوقع ولا غير المتفق عليه. طب انت اتعلمتي بقى تنوره، انت جبتي لي، انت قلت لي انا كنتش بعرف في الغنى بس يعني ايقاع على خفيف، والتنوره اتعلمتيها معاهم في طبله الست؟ سهى كمان معلماني خطوه التنوره، قعدنا نتمرن عليها في ورشه بروفات كتيره عشان تطلع بشكل صح. وجايبين حد مخصوص يمرن تنوره ولا سهى متوليه الموضوع؟ سهى متوليه الموضوع. سهى متوليه كل حاجه بالظبط. فداخله مسيطره على الموضوع، حاله اخطبوطيه جدا يعني. مفيش داعي عايزين نزعلها، وبعدين هي شكلها عايزه تنام كمان واحنا متقلين انا عارف. طب انا برضو عايز لسه اقعد افكر معاكم بصوت عالي، و
انا من الناس اللي ما فيش عندها حكايه اصل البنات ومش، بس هو اهاليكم الاب والام والعيله بالتاكيد كما جرت العاده لازم في شيء من المقاومه، ان لم تكن المقاومه بكاملها. حدش قاوم يا حبيبه؟ لا خالص، بالعكس خالص. مش هتجعوني ولا حبيب، اعملي اللي انت عايزاه بس ما نتاخرش، اخرنا الساعه كذا. طبعا في مواعيد وفي حدود محطوطه، ومتاخرش ونرجع في الوقت ده، بس مش بيمنعوني ان انا اعمل حاجه بحبها. حلو، بيشجعوني. هل هنا بقى، وقولي فرصه واحنا في البرنامج حمايه، هل هنا بقى سهى بتبقى مرنه معاكوا بقدر كافي؟ انه تقدروا تعملوا بروفاتكم وتعملوا كل حاجه والحفلات و100 فل و14، بحيث برضو ان احنا ايه ما نستفزش الناس في البيت، يعني لما اتفقنا اتفاق فهنلتزم بيه. سواء يعني تتفق معانا على المواعيد، بيناسبنا، يناسب برضو البيوت، بيناسب كل ده. فسواء بيبقى يعني مراعيه ده في كل حاجه، ما كمان اتفق عليه لو مثلا وقت هنتاخر، وقت هنبقى بدري، تبقى هي قايله لنا ده. يعني مش شخص بيدي اوامر كده، لا خالص، هو حد جميل. لو لقيتي المجموعه بتنام منك يا سهى في بروفا، سيبك من يعني وانتوا في حفله بالتاكيد مفيش حد هينام منك، لكن في بروفا انت هل مره حسيتي ان انت تقلتي زياده عن اللزوم؟ اسيبهم يروحوا كده كفايه؟ بص، هي كل بروفا بناخدها بتبقى واضح ان ما خدتهاش اي رحمه. كل بروفا اصلا تبقى دسمه، يعني بيبقى فيها جديد وبنقعد وقت كبير جدا نشتغل لغايه ما خلاص احنا مش قادرين يعني نتمرن تاني او كده، فخلاص بنضطر نروح. تتساقط القلاع واحده تلو الاخرى، اللي هو خلاص احنا كلنا طب انا لاحظت حاجه وده عجبني بقى بصراحه قوي، كلكم قاعدين عمالين وانتم بتغنوا ومندمجين، انتوا في حالة فرحة حقيقية، يعني مش بتعملوا شغل، مش بتعملوا الشو، لو احنا موجودين في البرنامج، موجودين في الساقية، موجودين في المهرجان، فاحنا لازم نبان مبتهجين. هو انتوا صح ولا ايه؟ قول يا دعاء. كله صح، كله بيقول لي كده، مش كده؟ في بهجة، ده حقيقي. كويس، ليه؟ يعني ساعات كتير مهما كنت بتحب الشغلانة، ساعات تاخد من بهجتك واستمتاعك بيها، فبتلاقي ناس وبيبان. بس ما شاء الله لحد دلوقتي انا ما شفتش على مدار الساعتين انه حماسكم وبهجتكم قلت، عشان احنا مبسوطين باللي احنا بنعمله. احنا كلنا بينا روح حلوه، كلنا بنحب بعض، وكلنا بينا لينك كده، بنبص في عيون بعض مبسوطين. فالسعاده دي بتبان في الشغل، فبيبان للجمهور كمان اللي بيتفرج. انت ليه عملتي طبله السته يا صوت؟ بجد انا بحب البهجه والفرح، والبهجه اللي انا وصلت لي من الطبله حبيت انشرها في كل حد بيسمعني. يعني زي ما انا حسيت بسعاده الطبله قدمت لي السعاده دي، حسيت اني بقى عندي دور كده، ان انا واجب عليا اصدر البهجه دي لأكبر كم من الناس ممكن. مستعدة إنه طبلة الستة تكبر أكتر من كده؟ يعني ما شاء الله أنتوا 12 دلوقتي، مستعدة تبقى 24 وتبقى 48، تبقى 100، تبقى 500، يبقى في عندي فرقة عملاقة كبيرة اسمها طبلة الست. وده بالفعل حصل الحفلة اللي فاتت في سيد الصاوي، احنا كنا 9 على المسرح وضملنا 12 ست، ان كنا 9 ستات غير الثلاث عازفين الرجاله، وانضم لينا 12 ست تانيه اللي هم ورشه طبله الست. فكنا 12 و9 كام؟ 12 و9 ما شاء الله 23 31 12 و9 31 مش عارف لا زغروطه كمان وتروحوا خلاص كده 12 21 يا جماعه ولا 21 انا بفتي انا بقول اي حاجه 21 هي واحد وحاجه مش عارفين بقى 21 صح صح ايه 23 جبت لي 23 جبت لي 31 قاعدين بنهزر احنا كملي لا 23 اي حاجه لا 12 و12 24 صح كده
وهنشيل منهم ثلاثة. شيل منهم ثلاثة ب21. مش أنا قلت 21. احنا لخبطناكي. احنا يا جماعة قاعدين عاملين هزار. يعني دي يعني اللي هو خلاص كده احنا كلنا البنزين خلص. عارفين بتاع سكتش بتاع سعاد حسني اليوم خلص. سيبني يا عم حسني اليوم خلص. فهو واضح ان اليوم خلص معانا كده. طيب 21 ها نكمل بقى عشان احنا خدنا وقت كبير في حكايه العدد. كنا 21 ست على المسرح بتغني وبتعزف في بهجه وسعاده. وكان معانا ست كمان من الورشه عندها 60 سنه. اللي انا كنت لسه هسالكم انتوا عندكم اي حدود في السن؟ لا ولا صغير ولا كبير. اي ته مربوطه ممكن تشارك في فرقه ورشه او ورشه طبله الست. 9 سنين 10 سنين 15 20 60 اهلا وسهلا. ايوه حلو. كملي لي الاول حكايه انه حد معاكو ست في الورشه 60 سنه. ست وبنتها 60 سنه بنتها قدنا. حلو. اتنين بيجوا يتمرنوا ويعزفوا وطلعوا معانا الحفله. اخر حفله في ساقيه الصاوي. كويس قوي. فما عندناش ليميت او حدود في السن ولا كبير ولا صغير. اي ته مربوطه اهلا وسهلا. ايوه. طب عندي سؤال ويمكن كان انطلاقا من كلام حد من زمايلي سامح يعني مهندس الصوت. هل من الممكن انكم تعربوا او تشرقوا حاجه غربي اصلا؟ تعملوا لها توزيع يعني وانتم بتغنوا مثلا التوبه هي اصلا اللي احنا نعرفها هي توزيع علي اسماعيل. فاحنا سمعناها بطريقه. انتوا غنيتوها بطريقه تانيه غير اللي عملها علي اسماعيل الله يرحمه. فإذا كان ده وارد في الموسيقى الأصلية التراثية أو العربي أو المصري بتاعتنا، هل وارد إنكم تشرقوا شيء ما سمعتوه طلع لاتيني طلع أوروبي طلع أيا كان؟ شوف إحنا عندنا قريب هنشارك في مهرجان كده اسمه شي آرت. شي آرت. طب ده واضح إن هو شي ست آرت. أوكي. المهرجان ده بيضم كل الفرق الستات. ها. ففي فرقه اسبانيه هتيجي من اسبانيا هتشارك في المهرجان ده. كويس. ففعلا احنا فيه هيكون بيننا وبينها تعاون مع بعض من خلال المهرجان ده يتقدم في الجامعه الامريكيه. ايوه. فاحنا لسه بقى عمالين نفكر هنعمل ايه. يعني ممكن ناخد يا بولبايش يا جصب نغربه او ناخد حاجه منهم نشرقها او نعمل ميكس ما بين ده وما بين ده. فلسه احنا التعاون ده لسه يعني في البروفات هيتم. فليه لا؟ انتوا عارفين ان انا دخلت رهان مع سامح بيقول لي اكيد اكيد هتلاقيهم عاملين اي حاجه غربي مشرقينها او فيوجن. نص كلامي قلت له استحاله بيشتغلوا تراث مصري اصلي تراث. بس بالمناسبه هو انا مش ضد خالص مساله انكم تشرقوا الغربي او تغربوا الشرقي. يعني طول الوقت المزيكا مزيكا او انكم تعملوا فيوجن يعني ما بين الحاجتين وبعضهم وحاجات زي كده. بس هي بتبقى صعبه وبتبقى انتوا عارفين الهجوم عليها ونقدها دايما سهل. يعني لو دول بوظوا اللي مش عارف ايه او دول اخترعوا لون جديد وبيفتوا. يعني طول الوقت هتلاقوا عندكم مدرس الموسيقى اللي كان عندي وانا صغير اللي انا بدور عليه لاجل الانتقام. يعني مش انتقام وحشي بس هقول له انت ما بتفهمش حاجه. يعني انا قلت له كده وانا صغير فادوني. المهم يعني سيبنا من ذكرياتي التعيسه اثناء طفولتي. هل انتوا بتبقوا حريصين في الحفلات بتاعتكم على اغاني معينه لازم تتقال؟ يعني لو في حفله هنغني 10 اغاني في اغنيتين ثلاثه دول لازم يتغنوا. ايوه. ايه ده بجد؟ ايوه. الناس متعلقه باغاني معينه. ايه هم؟ في مربعات ابن عروس. اوكي. في يا ابو لباش يا جصب طبعا. اوكي. وفي بقى يا ليالي الفرح كمان. ولا ابويا يا جصب يبقى فرح يبقى زغاريط ادخل بحبيبه على طول. ايوه. فقلتوا لي مربعات ابن عروس وابو لباش يا جصب وايه كمان؟ في يا ليالي الفرح تعالي. او بقى يعني على حسب ذوق الناس. في حد يطلب يا صلاة الزين، حد يطلب على ورق الفل دلعني. ممكن
بس لازم يا ابو اللبايش والمربعات. صحيح، واحنا المره دي غنينا يا صلاه الزين ولا لا؟ لا ما غنيناش احنا يا صلاه الزين. يا صلاه انا احب اصلي الاغنيه دي جدا، انتوا هتغنوها اكيد واحنا بنختم يعني. طبعا انا ساعه لما هنيجي نختم وما الى ذلك هستاذنكم ان احنا ساعتها ولا مش عايزين ولا ايه؟ لا ممكن. ماشي، ولا هي بتتطلب امور معينه يعني زي ما حكيتي لي في ان السبوع بيتطلب شكل ما بنعمله، فصلاه الزين فيها حاجه؟ لا لا ما فيهاش حقيقي، مش عايزين يتقل عليكم. طيب اخيرا برضو عايز ارجع لحبيب، هل في غنوه انت حسيتي انك مش حساها مش عايزه العبها ولا على دف ولا ده حصل؟ لا ده انا بشوف عندي الحاجات. قولي. لا هي مش عايزه العبها. لا قولي، لان انتوا الاثنين بصيتوا لبعض وضحكتوا. فده معناها ان انا سالت سؤال في الجول. لا لا انا بحب كل الاغاني، بس في اغاني كده ببقى متحمسه قوي ان انا ابقى اسمعها في البروفات بقى واشتغلها. في اغاني هي اوكي تتقال في البرنامج فببقى قاعده لهم حلوه مش هشتغلها. لان مش حاسه مش حبيبه يعني. لا لا هي حبيبه اوكي وحباها وجميله، بس مش بيبقى عندي الحماس اللي زي بقى باقي الاغاني، بس ببقى حباها برضو ان هي شغلي اشتغلها فلازم اطلع. لما بصيتوا لبعض وضحكتوا ليه؟ ده معناه ان في شيء ما مشترك، انا لمست شيء ما. شوف انا لما باجي اعمل البرنامج يعني معظم الاغاني تكون مبهجه وجميله وحلوه على طول، لكن في قولي. لا لا مش حاجات زي الموشحات مثلا. اوكي دي حاجات مهمه تتقال لي، يكون فيها الغنى بتاعها ما بيكونش سهل طبعا، والايقاع بتاعها بيكون مختلف، حاجات مش زي المقسوم والملفوف والحاجات الدارجه. ده اندلسي. ده جاي من هناك من شمال المتوسط، اهو قريب مننا حبتين، قعدنا هناك ثلاث حبات، بس هو اندلسي. فهو بيبقى غني بالايقاعات المختلفة وكمان اغنيه مش سهل. صحيح. فانا بحب دايما يعني ادخل الحاجات دي في اغانينا، علشان احنا لو غنينا الصعب نيجي في السهل نبقى اوكي. طب الموشحات دي برضو عايزه لغه عربيه سليمه 100%، نطق ومخارج الفاظ وتشكيل. طول الوقت عمال بيجري، انتوا غنيتوش موشح وموشحات ليه؟ يا جماعه انتوا بتفاجئوني في اخر الحلقه. بقول لكم احنا ممكن نختم باغنيتين. اغنيتين، بصوا بقى، صلاه الزين وموشح، او موشح وصلاه الزين. المساله صعبه جدا الانتقال من موشح لتر. بقول لكم انا هسمع موشح، يعني هسمع موشح وبعد كده اللي انتوا عايزينه. انتوا سكتوا. احنا اتصدمنا. احنا اتصدمنا في السكشن. لا والله بص احنا كنا بنقول لك موشحات يعني بنستعرض امكانياتنا، بس احنا مش محضرين النهارده. لا احنا اوريدي غنينا يا غريبه الداري قبل كده في حفلاتنا، بس احنا مش حاطينه في البرنامج النهارده. بس في البرنامج بتاعي. طيب انا ماشي، مش انا عمري ما كنت غلس في الموسيقى اطلاقا، انا غلس في اي مناقشات سياسه بتاع كلام من ده، لكن في الموسيقى لانه هي مساله حاله مزاجيه جدا وتحضير فعلا مش هزار، فمش عاوز انه بعد 10 اشهر تانيين نتقابل، اتمنى فعلا نتقابل قريب علشان نسمع مع بعض على التلفزيون الموشح. يعني ما سهل ان الناس تاخد بعضها وتروح وتحضر حفلاتكم، بس جمهور التلفزيون برضه بيبقى لطيف كده ووضع مختلف. ايه الغنوتين اللي هنسمعهم من غير موشحات؟ هنسمع يا ليالي الفرح تعالي. اوكي، وصلاة الزين؟ صلاة الزين يا صلاة الزين. اوكي. ماشي؟ زغروطة من هنا لحد هناك. عايز مشوار من الزغاريط المتصلة المتواصلة غير المنقطعة. نغنوا موشحات؟ ده انتوا جن جدا. ده انا احب الموشحات قوي قوي، مش متخيلين، انا وبنتي تحديدا مدمنين موشحات. طيب احنا ايه نعمل ايه يا جماعه؟ نتحرك على طول؟ انا شخصيا هقول لكم كل سنه طيبين، انا خلصت اللي عليا كده في البرنامج ده او في الحلقه دي، ان شاء الله ربنا يدينا العمر في البرنامج لحد ما اعدي ال 75 سنه، لكن الحلقه دي خلصت بالنسبه لي لحد كده. هسيبكم مع طبله الست بالتجربه من احلى ومن اجمل الحلقات اللي احنا عملناها في البرنامج طبله الست في شهر اغسطس 2021، واعتقد انه طبله الست في شهر 6 او 7 او ايا كان يعني فتره الصيف والاعياد 2022 برضه هتفضل من احلى الحلقات، واليوتيوب دايما حكم لا يعرف الكذب. نورتونا، اتفضلوا.
شكرا ليكم. Thank you.